هذا هو الجزء الثاني من المحاضرة الخامسة، وراح ناخذ بهذا الجزء الخاصيتين المتبقية من الخواص التركيبية للجماعة السكانية. والخواص المتبقية هي خاصية نسب الجنس، والخاصية الأخرى اللي هي تركيبة العمر. فيما يخص نسب الجنس، راح نشوف أنه في أغلب الأحياء الفقرية في الجماعات السكانية، الأحياء الفقرية، أنه نسب الجنس الأولية اللي هي primary sex ratios سواء عند الفقس أو عند الولادة تقترب من 50% ذكور و 50% أناث. بمعنى آخر، النسبة راح تكون في البداية هي 1:1، ولكن نسبة الجنس الثانوية secondary sex ratios، ومقصود بها هنا نسب الجنس عند الأحياء البالغة للعديد من الفقريات، راح تظهر انحرافات كبيرة عن نسبة 1:1. ففي أغلب اللبائن في الجماعات السكانية من اللبائن، لوحظ بأنه أعداد الأناث البالغات الأدلت فيميلز تتعدى أعداد الذكور البالغين بمقدار 2:3:1، بمعنى أعداد الأناث 2:3 بقدر أعداد الذكور. وواضح تماما أنه الذكور عند اللبائن، أغلب اللبائن، إلها معدلات وفيات عالية، ومن ضمنها البشر، خلال فترة الحياة بالمقارنة مع الأناث. بالطيور، في الجماعات السكانية للطيور لوحظ العكس، العكس هو الواقع، وراح نشوف انه الأناث إلها معدلات وفيات عالية مقارنة بالذكور، وخاصة خلال فترة التعشيش. لذا فراح نشوف مثلا بالطيور انه الميلز ربما تتعدى الفيميلز بحدود 4-5 مرات إلى 1، بمعنى أعداد الذكور البالغات عند الطيور هي بحدود 4-5 أضعاف بقدر أعداد الأناث. الخاصية التركيبية الثانية للجماعات السكانية هي خاصية تراكيب العمر أو تركيبة العمر، وهناك 3 أنواع رئيسية أو أنماط رئيسية من تركيبة العمر للجماعات السكانية المختلفة. الشكل المحدد exact shape و proportions، مقدار أو نسبة المجاميع العمرية أو الفئات العمرية في كل واحد من هاي التايبس الثلاثة، هي بالحقيقة دالة للوفيات الموجودة بالpopulation، دالة للولادات اللي موجودة وللوفيات ولسرعة التغيير الخاصة بالpopulation، مثل ما راح نشوف بالشكل. هذه هي الـ basic types of age structure of populations، وهي الأنماط أو الأشكال أو الطرز الرئيسية لتركيبة العمر للجماعات السكانية المختلفة. وراح نشوف عندنا 3 أشكال مختلفة، اللي هي declining، متناقصة، stable، مستقرة، ويونغ، حديثة أو متزايدة. وهذا الأحداثي يمثل الage classes in years، بمعنى المجاميع العمرية بالسنين. فبالتأكيد هذه أوطأ المجاميع، هذه راح تكون حديث الولادة، وتبعا لحديث الولادة راح تتصنف المجاميع السكانية أو الجماعات السكانية إلى 3 أنماط رئيسية، مثل ما قلنا الـ declining population، الـ population يقال عنها جماعة سكانية منحدرة أو متناقصة، لما يكون بها low percentage of young individuals بالpopulation، لما يكون عندنا نسبة بسيطة من الـ young individuals موجودة بالpopulation، فهذه الطول مال هذه الخطوط يعتمد على النسبة أو مقدار أو حجم هاي الفئة العمرية ضمن الجماعة السكانية. ففي المجموعة أو في الجماعة السكانية المتناقصة، حديثين الولادة هم أقل ما يمكن، والفئات اللي أكبر منها بالعمر راح تكون أعدادها أكثر، فراح يكون عندي هذا الشكل اللي يقال عنه متناقص. الشكل الثاني اللي هو الستيبل، المستقر أو الثابت، والستيبل بوبوليشن هنا راح تكون بها a larger percentage، نسبة أكبر مما شفناه هناك
من بالحالة الأولى بديكلاينينج، فراح يكون عندي larger percentage of young individuals than adults، فراح تكون عندي نسبة أكبر من اليافعات مقابل الفئات اللي هي تعتبر ناضجة. الشكل الثالث اللي هو الحديث أو المتزايد، راح نشوف بالانكريزنج ان انكريزنج بوبوليشن، بمعنى جماعه سكانيه متزايده راح يكون بها very large percentage، نسبه كبيره جدا من الافراد اليافعه، مثل ما راح تشوف هذه اللي بالقاعده الطول مالتها اكبر، وهذا تشير الى نسبتها المئويه او الى مساهمتها او مقدارها بال، فهذول الفئة العمرية هي طاغية على الفئات الأخرى، فيقال على هذه الجماعة أن هي جماعة حديثة أو جماعة متزايدة. الشكل اللي تكون عليه الجماعة السكانية عادة يظهر تراكيب عمرية مختلفة بالمواطن المختلفة. الجماعة السكانية الواحدة مو دائما يكون لها نفس تركيبة العمر في كل مكان، باختلاف المواطن باختلاف البيئات راح تختلف هاي التركيبة العمرية للجماعة السكانية. الشكل هذا بالحقيقة هو مثال للتراكيب العمرية للجماعة السكانية للقرود اللي تدعى بالريسس، ريسس مونكي، قرود الريسس، وهذه القرود معروف عنها شائعة بالهند. فالتراكيب العمرية للجماعات السكانية لقرد الريسس راح تراويني تراكيب عمرية مختلفة بالمواطن المختلفة. لما تكون موجودة القرود بالغابات أو بالقريب من المعابد وراح تكون محمية، فراح تظهر هذا الشكل. القرود هذه الأعمار اليافعة منعتها الجوفنايلز مطلوبة لغرض الدراسات الصيدلانية ومطلوبة، فعادة تلزم وتم المتاجرة بها. فهذه الفئات العمرية اللي هي اليافعين وبعدين العفو حديثي الولادة وبعدين اليافعين والأناث البالغات والذكور البالغات وهذول السنايل أدلس اللي هم كبار السن، فهذا العمر راح يكون مستهدف. هذا اللي هو اليافعين اللي بحدود من سنة إلى 3 سنوات هو هذا المستهدف بالصيد لغرض المتاجرة به للدراسات اللي تتعلق بالعقاقير. فبالغابات وبالتمبل جروبس راح نشوف الشكل هنا كأنما شكل ثابت، كأنما الشكل الثابت. نفس الكلام يقال عن لما تكون بالقرود هذه في أماكن محمية من قبل الدولة وتتم رعايتها وتغذيتها، فراح يظهر عندنا هذا الشكل اللي تكون بالأعداد بهاي الصورة لليافعين، ويأخذ تقريبا البوبوليشن شكل الثابت. في حين لما نقارن هذول الشكلين مع القرود اللي هي منتشرة بالشوارع أو منتشرة بالقرى واللي هي عرضة للصيد، فراح نشوف هذه الأعمار اللي هي الجوفنايلز اليافعات المطلوب، هذه راح تتعرض إلى نضوب في أعدادها ويتغير تركيبة الجماعة السكانية وتصبح كأنما متناقصة. فإذن ما معناه أنه التراكيب العمرية حتى الجماعة الواحدة تختلف من مكان إلى آخر، وبالأماكن المكشوفة مثل هذه الروت سايد جروبس، المجاميع اللي تعيش معرضة للتهديد بالشوارع، ربما تظهر تراكيب عمرية متناقصة أو منحدرة. هذا الشرح اللي شرحناه على الشكل السابق، وقلنا انه المجاميع هذه اذا كان الموطن مالتها الشارع او القرى، فالاعمار هذه قلنا اليافعه اللي بحدود 1 إلى 3 سنة راح يتم صيدها وتصديرها لغرض الدراسات، قلنا البحوث العلميه على النطاق العالمي، وراح نشوف هذه الاعمار راح تتعرض الى شحه غير طبيعيه في اعدادها لهذه المجموعه بالتحديد، وربما تصبح
تصبح التركيبة متناقصة. بالمقارنة لما تكون قريبة من المعابد وهذه القرود تكون محمية لأسباب دينية عندهم هناك بالهند أو موجودة بالغابات بحيث بالإمكان أنه تهرب وتبتعد عن الصيد، وبهالحالة راح تكون التراكيب العمرية كأنما تظهر كتراكيب ثابتة أو من نوع الستيبل تايب. بالمقارنة بالأماكن اللي تكون هذه الجماعات السكانية بيها راح نشوف لما تكون بالأماكن المحمية بالأماكن البروتكتد من قبل الحكومة كما هي الحال في جزيرة سانتياغو بالبورتريكو، راح نشوف انه هاي البوبوليشنز راح تظهر النوع الحديث اللي القاعدة مالته عريضة ثابت الى حديث واللي تكون بالقاعدة كبيرة للأعمار اللي هي إنفانس الحديثين الولادة أو الجوبنايز، بمعنى آخر أن التراكيب العمرية تتبدل مع التغير بالمواطن. اللايف تيبلز أو جداول الحياة هذه مو خاصية من خواص الجماعة السكانية وإنما تعتبر تطبيق عملي لخاصية تركيبة العمر. شنو هي اللايف تيبلز؟ هي مو أكثر من كونها تابيولر داتا أو نتائج مجدولة، نتائج موضوعة في جدول، وهذه النتائج بالحقيقة تمثل تراكيب العمر للجماعات السكانية. وهاي الجداول راح توفر لنا معلومات قيمة على معدلات الوفيات وعلى معدلات طول العمر. الاسينشال داتا، الداتا الرئيسية اللي موجودة بهاي الجدول بالإمكان أن تكون على شكلين، الداتا أو النتائج إما أن تكون عبارة عن تعداد سكاني دقيق للpopulation أو تكون عبارة عن نتائج للوفيات الموجودة بالجماعة السكانية. فبحالة كونها تكون للتعداد فهذا تعداد على الجماعة السكانية، تعداد دقيق للأعداد مالت الأفراد في كل وحدة من هاي المجامع العمرية، ونفس الكلام فيما يخص الوفيات فهو النمبر مالت الاندفجوالز في كل مجموعة عمرية شقد جاي يروح خسارة أو يروح يعتبر من ضمن الوفيات خلال فترة محددة من الزمن. هذه علماء البيئة وضعوها حتى يراقبون شكل البوبوليشن الناتج ويا فئة عمرية جاي تتعرض إلى النقصان أو إلى الزيادة وإلى آخره. هذه الداتا الاستفادة from such data من هيتشي داتا نستفاد لغرض حساب survivorship اللي هو معدل البقاء وطول العمر. وشركات التأمين قلدت الجداول هذه واستخدمتها لأغراضهم الخاصة حتى يحسبون إيش قد احتمالية الموت في كل مجموعة عمرية بالنسبة للبشر، وبالتالي ممكن يحسبون الفائدة اللي تترتب للتأمين على هاي المجموعة العمرية. لذا فإن شركات التأمين تستخدم جداول الحياة أو إحصائيات جداول الحياة على الجماعات السكانية للبشر لغرض تقدير احتمالية الوفاة للمجموعة العمرية المحددة لغرض أن تحسب الفوائد للتأمين، الفوائد اللي شقد ممكن تكون الفائدة للمجموعة العمرية الفلانية.